السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عملنا فيديو قبل كده عن الفينو، والفيديو اللي بعده كان عن الخبز العادي الناشف، وادي الفيديو النهاردة عن البيض المسلوق. وزي ما حضرتك شايفين كده، بعد ما هرست البيضة وكمان قسمتها على طاجنين، الطاجن دوت هو للكوكتيل وطاجن كمان للرز اهو، تمام. ونشوف بقى اقبال الكوكتيل على البيض. طبعا البيض اهم حاجه انك لما تيجي تسلقها تسلقها كويس جدا، ما تكونش نص سوا، لان لو ما سلقتهاش كويس جدا ممكن تجيب لهم اسهال، تمام. بتقشر البيضه وتهرسها كويس، انا ما بحطش عليها اي حاجه، لا بقسماط ولا حاجه خالص، ولا حد يقول لي ملح ولا كلام من ده، مفيش كلام من ده خالص. فبتقدم البيضه زي ما هي كده. وطبعا الكوكتيل بيموت في حاجه اسمها البيض، يعني من غير البيض توصل تلاقي يقعد يصوصولك كتير، ما كانش بقى قدامه الاكل طول النهار وموجود قدامهم يقعد يصوصولك كتير. لو لقيت العصفور كل اكل موجود قدامه، قدامه فلارس، قدامه مثلا قمح منقوع، قدامه كل حاجه، وتلاقيه برضو يشوفك يقعد يصوصو، تعرف ان هو عايز بيض. الكلام ده امتى؟ لما بيكون الزغليل بتزق، يعني بترضع زغليل، يعني لما يكون الام والامهات يعني بترضع زغليل، انا اسف، توصل تلاقي على طول بتلاقي ان هما بيبقى عندهم شره للبيض، لان البيض بيكون مهم جدا ليهم في المرحله دي. من الام طبعا هنا في الفتره ديت بتضعف، لان لما بيكون عندها مثلا كميه زغليل كويسه فراحة جاية عليهم ترضع فيهم، فلازم انت هنا تديها يعني حاجه تقوي جسمها، وطبعا مفيش احسن من البيض. زي ما حضراتكم شايفين اهو، انا طبعا هرس البيضه كويس جدا، ورغم كده برضه هما بياكلوا بيقعدوا بيوقعوا في الايه، في الارضيه بتاعت القفص، مفيش مشاكل عادي خالص. بعد كده هما هيلقطوها من القفص من الارضيه، بس اهم حاجه تكون الارضيه عندك دايما تكون نظيفه، يعني بتنضفها يعني يوم ويوم كده، بحيث ان ميبقاش فيها ايه اكل مكمكم، لان لما بيكون في انت بتكسل على انك تنظف الارضيه بتاعت العصافير، بتبص تلاقي الاكل بيبقى كتير فبيكمكم، فده بيغلط عليهم طبعا. فلازم يكون الارضيه بتنظفها يوم ويوم. ده بالنسبه النهارده انا عامل لكم فيديو عن البيض المسلوق. طب هل البيض المسلوق الكوكتيل بس؟ لا، لجميع انواع العصافير. بتبص تلاقي في الاستراليات طبعا والبادجي بيبقى عليه اقبال جامد جدا، بس انا ما بربيش طبعا دلوقتي لا بادجي ولا كلام من ده خالص، لان يعني حضراتكم عارفين طبعا سعره نازل قوي، فالواحد بيربي الحاجه يعني الايه اللي ممكن تجيب سعر في السوق كويس. كذلك برضو عندنا هو الرز، حضراتكم اهو هم هنا كانوا مدياني، بس هي يعني الحمد لله هي كانت فرده، هي بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بتخبط على العش الاول، تفتح العش تاخد بالك كويس جدا، عشان ممكن هنا بيبقى الرز غير الكوكتيل سريع الطيران، لحظه واحده تبص تلاقي ايه العصفوره طارت منك. ده الحمد لله يعني فضل من ربنا، هي زغلوله واحده، هم كانوا بايضين ثلاث بيضات، فبيضتين فيهم لقيتهم يعني كابسين، وادي هي دي بيضه اللي طلعت الحمد لله، رزق ربنا عز وجل، الحمد لله نحمد ربنا. اهي تمام، دي كده عمرها يعني 10 ايام، بحطها لهم تاني اهي تمام. وهم دايما بيكون عندهم زغليل او بيض او حاجه، بتلاقي على طول الرز ده قاعد جوه العش على طول، ما بيخرجش الا يعني بص لما هو يعني طول ما انت مش موجود قدامهم بيطلعوا في القفص عادي، بيتهيألك ان هم طول النهار قاعدين في العش، لكن هم بيبقوا موجودين في القفص عادي، لكن اول ما جاء اطلع ادخل البلكونه مثلا عليهم الاقي على طول راحوا ايه داخلين على العش، ما شفتهمش خالص، يبقى على طول الاثنين ذكر وانثى قاعدين جوه ايه في البياض. فاول ما اجي على طول ادخل الشقه الاقيهم على طول طبعا ايه يطلعوا. ادي اهوت قدامهم، هو ادي البيض، بعد ما طبعا بعد ما هدخل دلوقتي الشقه هم بقى ايه هيبداوا ياكلوا البيض غير الكوكتيل طبعا خالص. اهو الكوكتيل عادي واقف ياكل عادي خالص، ولكن في الرز لا، بص تلاقي هو طول ما انت واقف مش هياكله قدامك، بيبقى خواف شويه الرز.
بشكركم جدا، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. كان معكم اخوكم احمد عاطف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.